السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إسلام أمام من قناة ستودنت جايد على اليوتيوب. النهاردة هنشرح الماثيماتيكال إيمج أو ماثيماتيكال إيمجينج. الشابتر ده أظن شابتر مهم، ده على حسب اللي اتقال أو أيا يكن. يعني المهم الشابتر دوت فيه اللي أنا شايفه إن مفيهوش طريقتين بس للمسائل، يعني ممكن المسألة تيجي بطريقتين فقط لا غير. الطريقة الأولانية إن هو يديك شوية المعلومات دي ويبقى عايزك تجيب الإيه الفاليوز دي. أنا هبدأ بالطريقة التانية عشان هي الطريقة اللي بتيجي أكتر وهي اللي جت في امتحان الفاينل بتاع السنة اللي فاتت، فهنبدأ بيها وبعد كده نرجع للطريقة الأولى. فالطريقة التانية مثلا أو المسألة من النوع التاني بتبقى جاية بالطريقة دي، يقول لك مثلا إيه، يقول لك إن في رينج أوف فاليوز ريكوردد باي ذا سنسور إكزامبل 1.1 فروم 0 تو 10 from the values of the three bands captured by the three sets of sensors create digital bands with three bits each m بتساوي 3. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني هو دلوقتي قسم لك الفاليوز اللي هو مديها لك قبل كده في الار جي بي من 0 ل 10، قال لك كده، قال لك قسمها لي من 0 ل 10 وقال لك اعملهم لي 3 بت اتش ام بتساوي 3. طيب احنا هنستفيد ايه من الحاجتين دول؟ اولا الفاليوز اللي هو مديها لي اللي هي دي، عشان نبقى واخدين بالنا يعني الفاليوز دي بتاع الار والفاليوز بتاع الجي والفاليوز بتاع الايه البي. طيب احنا هنقسمهم من 0 ل 10، يعني الفاليوز دي اهي بصوا 2 و3 و4 و5، احنا هنقسمهم من 0 ل 10. تمام اهو هنقسمهم من 0 ل 10. طيب قال لك اعملها لي في 3 بيتس، 3 بت ما دام قال لك اعملها لي في 3 بت يبقى احنا هنجيب كام ديجري؟ هنعرفها بالطريقه دي، 2 اس الرقم ده، 2 اس عدد البيتس، يبقى 2 اس 3 ب 8، يبقى احنا هنعمل 8 ديجري من 0 ل 0 اهي 8 ديجري. طب لو قال لك 4 بت يبقى 2 اس 4 ب 16، ومستحيل يجيبها 16 بت طبعا صعب جدا يعني نعملها. فايه 3 بت يبقى ايه 8 ديجري، فاحنا عملنا 8 ديجري وقسمناها من 0 ل 10. فاحنا هنقسم من 0 ل 10، 0 في اول ديجري وال 10 في اخر ديجري. طبعا انا عندي 8 ديجري وعندي من 0 ل 10 10 ايه 10 قيم، انا اقوم قاسم ال 10 ناقص 0 على ال 8 عدد الديجريز. يعني انا بقسم عدد الفاليوز او عدد التقسيمات على عدد الديجريز عشان اعرف كل ديجري هتاخد من كام لكام. يعني انا اقوم قايل 10 ناقص 0 بتساوي 10 على ال 8 عدد الديجريز هتساوي 1 وربع، فاقوم انا عاملها كده من 0 ل 1 وربع في ديجري رقم 0، ومن 1 وربع ل 2 ونص في رقم 1، ومن 2 ونص ل 3.75 في 2، وهكذا لغايه ما اوصل لل10. تمام انا كده قسمت الايه الفاليوز، قسمتهم من 0 ل 10 في 8 ديجري. تمام نيجي بقى نعمل بقى الحاجات دي الار جي بي الجديده دي، طب جبناها منين الكلام ده؟ طبعا احنا بعد ما قسمنا الفاليوز هنعرف كل قيمه، تعالوا بس بصوا هنا كده القيمه ديت كام، 2.6 من 10. تعالوا نكبر عشان نشوف بشكل اوضح. القيمة اللي هي بتاع الار اللي هي دهيت 2.6 من 10. تمام تعالوا نشوف القيمة ديت فين في الديجري، هنا 2.6 من 10 هنا اهو، من 2.5 ل 3.7 من 10 يبقى ديجري رقم كام؟ 2، يبقى احنا حاطين في الار في اول واحدة رقم 2. طيب تعالوا نشوف كده، دي مثلا في الار اهي تاني واحدة، تاني واحدة 1.1 من 10، 1.1 من 10 هتلاقيه هنا، يبقى ديجري رقم 0 اهو في الار تاني واحدة ديجري رقم 0. طيب تالت واحدة 4.5 في الار، 4.5 هتلاقيها هنا اهو هنا، يبقى دي رقم ايه 3 اهو 3 دي في تالت واحدة، وهكذا هتجيب الجي وهتجيب البي بنفس الطريقة، تشوف كل فاليو من هنا وتشوفها فين عن طريق التقسيمات اللي انت عملتها ديت، وتشوف الديجري بتاعتها وتحط الديجري هنا. طب ايه معنى الديجري ديت؟ الديجري ديت هي صورة معموله بالجري، بالجري اللون الجري فقط ماشي، ومتقسمه لسبع درجات، يعني الجري ده متقسم لسبع درجات، فاهمين قصدي؟ يعني صوره عارف انت ابيض واسود، هي الجري ده رمادي يعني ابيض واسود يعني. تمام فهي صوره متقسمه لسبع درجات من الجري فقط. تمام طب تعالوا بقى ممكن يقوم مديك القيم ديت، تقوم انت جايب له الحاجات دي تمام، ويقول لك انا عايز اعمل يعني زياده لجوده الصوره، الصوره كده جودتها مش عاليه قوي، انت حاولتها لي الجري وكده وكل حاجه، بس انا عايز اعمل زياده للجوده بتاعتها. اعمله ازاي ده بقى؟ هنعمله بالطريقه اللي جايه دي، بصوا كده اهو الاكزامبل اهو، بصوا كده ده الجري، كل ما تزود الام الصوره بتوضح.
فتعالوا اهو الاكزامبل هنا بيقول لك consider each of bands created in example 1.2 as separated gray image do this image have a good contrast. يعني هو عايزها تبقى عندها تباين جيد ماشي. لو لأ برقص some way by which bands with good contrast could be created from the recorded sensor values. طيب بصوا الكلام دوت ايه معناه، هو عايز good contrast تمام ماشي. تعالوا بقى نشوف حاجة كده كمان قبل ما نجيب ال good contrast. طيب هو ما قال لك good contrast، قال لك قسمها لي قد ايه، يعني نفس التقسيمه يعني نفس السبعه ايه 7 ديجريز يعني نفس الصوره. يعني هو الكلام ده continued يعني يعني تراكمي يعني اللي فات ده معتمد عليه. عشان كده بيقول لك هو بيقول لك consider each band created in example 1.2 يعني ده 1.3 معتمد على 1.2 فدي نفس الرسم. فانت هتعمل نفس عدد الديجريز اللي هم ايه 7. بس في حاجه هنا، هو هنا قال لك ايه؟ قال لك created from the record sensor values، يعني ما قالكش قسمها لي من 0 ل 10، لا ده قال لك اعملها لي من ايه؟ من ال recorded sensor values، من ال values اللي الريكورد سجلها. ال values in هين اللي الريكورد سجلها ده اهي ال values الحقيقيه الاولانيه. فانت هتعمل ايه بقى كده؟ مش هتعمل من 0 ل 10، هتعمل من الماكسيمم للمينيمم، يعني من الماكسيمم فاليو للمينيمم فاليو. هتبص كده على الفاليوز دي كلها هتلاقي اعلى قيمه فيهم هي القيمه دي 5.9، تلاقيها موجوده هنا اهي دي 5.902 هنا، وهتلاقي اقل قيمه فيهم اللي هي ديت 5.536 دي اقل قيمه في الحاجات دي كلها، ودي اعلى قيمه في الحاجات دي كلها في القيم دي كلها تمام. طيب انا عايز ابدا من اقل قيمه لاعلى قيمه على كام درجة؟ على 7 درجات. أقوم أنا عامل إيه؟ أقوم قايل الماكسيمم فاليو ناقص المينيمم فاليو على 8، عدد ديجريز على كام؟ على 8. هتديني قيمة كل مرة هزودها، يعني إيه؟ هتديني قيمة مثلا هتديني هنا 67%، هزود 67% على الرقم ده هيديني كده، وبعدين أزود عليه 67% هتديني كده، وبعدين أزود عليه 67% هتديني كده لغاية ما أوصل للماكسيمم إيه؟ فاليو. يبقى أنا الفرق هنا لما يقول لك أعمل لي جود كونتراست from recorded sensor values انت هتشوفه بس هو عايزها فين من ايه. يعني المره اللي فاتت قال لك اعملها لي من 0 ل 1 من 0 ل 10 ده عدد الايه التقسيمات. هنا قال لك ايه من الفاليوز اللي السنسور جابها اللي السنسور سجلها. فخلاص انت مش هتجيب من 0 ل 10، هتبدا من هنا من ماكسيمم فاليو للمينيمم فاليو. طيب احنا عملنا كده من ماكسيمم فاليو للمينيمم فاليو وحطينا ال 8 ديجريز، هنبدا نعمل الار جي بي نفس الحكايه. هنيجي مثلا في الار اول واحده 2.6، هتبص هنا تلاقيها هنا رقم 3، يبقى 2.6 جايه اول واحده تلاقيها رقم 3 اهو. بص كده ديت رقم 3، دي الثانيه اللي هي افتر نورماليزيشن، دي بعد ما عملنا لها جوده في الايه في الكونتراست. اما دي الاولانيه كانت رقم 2 لما عملناها من 0 ل 10 تمام. هنيجي تاني واحده دي هي 2.6 2.67 من 100 2.67 هتلاقيها هنا فاليو رقم 3 اهو، حطها فاليو رقم 3. تعالوا لاخر واحده دي 3.7 3.7 اهي هنا فاليو رقم 4 هي رقم 4 وهكذا. هتعمل الار والجي والبي طبعا ديت بعد دي عشان احنا عاملينها على الريكورد سنسور فاليوز، ودي عشان احنا عاملينها على التقسيمه اللي هي من 0 ل 10 تمام. دي الطريقه الاولى من حل المسائل. الطريقه الثانيه بقى من حل المسائل ايه؟ هي ان يكون جايب لك اصلا الفاليو دي مش موجوده، الفاليو دي مش موجوده وانت اللي هتجيبها. طب هتجيبها ازاي؟ هيديك شويه المعطيات اللي فوق دول وانت هتجيب عن طريقهم الفاليو دي. طب هنجيب عن طريقهم الفاليو دي ازاي؟ بصوا كده هو قال لك ان في اهو، تعالوا نبص على اللي فوق هنا عشان تبقوا فاهمين. قال لك ان الديجيتال كاميرا ديت عامله 3 في 3 سنسور 3 في 3 يبقى 3 في 3 يعني 3 بكسلات فوق في 3 بكسلات تحت تمام. وسمى كل بكسل برقم اللي هو 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 وهكذا. وقال لك ان كل بكسل من دول يعني البكسل اللي هو 1 1 ده جه عليه شويه فوتونات، كل فوتون ليه لمده معينه او موجه معينه اهي. دي عدد الفوتونات
ورقم الفوتونات، رقم كل فوتون نزل على الايه البكسل رقم واحد وواحد. فهو هنا تعالوا كده بصوا كده، قال لك على الفوتون على البكسل رقم واحد وواحد نزل لي البكسل رقم واحد وواحد نزل لي فوتون رقم زيرو زيرو وتسعة وتسعة وتمانية وسبعة وتمانية وواحد وزيرو وواحد وواحد. طيب احنا نزل الفوتون رقم زيرو كام مرة؟ واحد اتنين مرتين، والفوتون رقم تسعة اتنين وتمانية اتنين وسبعة واحد وواحد 3 مرات. طيب ورقم 1.2 طبعا اللوكيشن 1.2 ده اللي هو ده اهو 1.2 او 1 علامة 2 اهو 1.2 نزل الفوتون رقم 1 ورقم 3 مرتين ورقم 4 مرتين ورقم 5 مرة ورقم 2 مرة و6 مرة و4 مرة و5 مرة. طيب انا اما يديني الحاجات دي الفوتونات دي وبعد كده يديني الانرجي بتاع كل فوتون بتاع 0 1 الانرجي بتاعته بتاع 1 95%، ويديني الدرجة بتاع كل لون اللي هو الريد والجرين والبلو ار جي بي. تمام، يعني الدرجة بتاع الريد مثلا مع الفوتون رقم 1 هتبقى 1 من 10، الريد مع الفوتون رقم 2 هتبقى 2 من 10 وهكذا، الجرين مع كل فوتون مختلف. طيب انا عايز اجيب القيم دي اجيبها ازاي؟ بصوا كده معايا، بصوا كده تعالى هنجيب الدرجة بتاع الفوتون رقم 1.2. الفوتون رقم 1.2 نزل عليه رقم 1 كم مرة؟ الفوتون رقم 1 كم مرة؟ واحد مرة واحدة، أهي كتبت مرة واحدة، عدد تكرار الفوتونات يعني. رقم 2 نزل عليه كم مرة؟ واحد مرة واحدة، كتبتها مرة واحدة. رقم 3 نزل عليه كم مرة؟ أدي 1 2، رقم 3 نزل مرتين. طيب الفوتون رقم 4 نزل كم مرة؟ 1 2 3، 3 مرات. 5 2 6 1. طيب انا بعد ما انا جبت مرات تكرار كل فوتون، 7 ما نزلش ولا مره ولا 8 ولا 9 ولا اي حاجه من دول نزلوا عليه، فانا ما كتبتش حاجه عندهم. طيب فانا بعد ما كتبت عدد تكرار كل فوتون اعمل ايه؟ اجيب قيمه اللون. هو عايز مثلا في الار او قيمه اللون مع الفوتون رقم 1، الار مع الفوتون رقم 1 1 من 10، الار مع الفوتون رقم 2 2 من 10. طب احنا عايزين مع الفوتون 1 اهو 1 من 10. طيب الار مع الفوتون رقم 3، الار مع الفوتون رقم 3 2 من 10، مع الفوتون رقم 5، مع الفوتون رقم 5 5 من 10 اهي. يبقى اكتب ايه؟ قيمة الار مع الفوتون مع كل الفوتون. تمام، واكتب قيمة الفوتون نفسه بقى، يعني قيمة الفوتون رقم 1 95% اهي، الفوتون رقم 2 90%، 3 88%، 4 85%، 5 81%، و6 78%. تمام، اعمل ايه بقى؟ اضرب ده كله، اضرب عدد تكرار الفوتون في قيمه اللون اللي الفوتون نزل عليه في در في الانرجي بتاع الفوتون، هضرب دول ودول 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 واجمعهم كلهم على بعض هيديني الرقم ده 2.6. ليه؟ لان كنت بجيب البوينت اللوكيشن رقم 1.2، 1.2 في الريد، فال 1.2 اللي هو هون اهو، بصوا كده معايا 1.2 اللي هو ده تاني واحد في الصف الاول، فاللي هو ده. فيطلع معايا بعد ما اعمل الحكايه ديت واضرب الحاجات دي في بعضها واجمعهم هيطلع معايا الرقم ده او القيمه دي. هقعد اجيب كل قيمه من دول بنفس الطريقه دي، ودي ما بتجيش في الامتحانات يعني، بس ممكن يجي سؤال زي كده يقول لك هات لي القيم. هو في الاغلب بيجي في السؤال زي اللي انا شرحته في الاول، الطريقه الاولى مش الطريقه الثانيه دي. وانا بكده نكون خلصنا شرح الماثيماتيكال ايميجنج، ويا ريت لو انتوا استفدتوا تعملوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.